صراحة قبل هذا اليوم عشنا واحد الأجواء اللي هي زوينة بزاف في دور المجموعات، كلها كانت واحد التوتر، كلها كانت واحد الستريس، كلها كانت واحد الفرح والحب من واحد المشاعر اللي هي قوية وجياشة. فشعور عظيم انه نشوف اليوم منتخب مغربي شرف العرب شرف الافارقه في هذا الانجاز الكبير. فرحانين بزاف، خصوصا الحمد لله اليوم يعني بعد الفرحه الكبيره اللي شفناها اليوم من الشارع، زي ما انت شايف كبير صغير عيالات رجال كل شيء فرحان كل شيء خارج. هذا صراحة بدل على الوحدة الوطنية، بدل على حب المغاربة لبلادهم. اليوم أسود الأطلس بيستاهلوا يعني الاستقبال ديالهم يكون كمان أحلى وأجمل من هيك صراحة بكتير. بكل صراحة كنا نتوقع الناس يكونوا أكثر من هيك، ولكن أكيد متوزعين على شوارع أخرى، ولكن الحمد لله اليوم واحد الفرحة كبيرة، فرحة استثنائية. بنشكر طبعا المدرب الوطني وليد الرقراقي وقاع اللاعبين، اللي خصوصا وليد اللي زرع فينا واحد حب الوطن، زرع فينا واحد الأمل، زرع واحد فينا من الداخل ديالنا انه نآمنوا في المواهب ديالنا ونآمنوا في الاحلام ديالنا. هنوصل ان شاء الله لابعد الاماكن، وخاصنا هذا الشيء نزرعوه بيننا وبين راسنا ان شاء الله باش نقدمه في كافه المستويات. اتينا من الصعيد مخصوصا من صعيد مصر لمسانده وانتظار المنتخب المغربي العظيم الذي رفع راس الامه العربيه كامله، ولتعلموا جميعا كما قلت لكم مرارا وتكرارا في جميع وسائل التواصل ان المغاربه هم اقوى الشعوب في الحرب والسلم. أرجوكم اقرأوا تاريخ المغرب، ليس فقط كرة القدم هي في المغرب، وإنما هناك 12 قرن من الحضارة من القوة. اقرأوا عن الأرك، اقرأوا عن الزلاقة، اقرأوا عن وادي المخازن، اقرأوا عن وادي اللبن، اقرأوا عن تاريخ المغرب العظيم. فهذا شعب عظيم حفظه الله وحفظ المغرب أرضا وشعبا وملكا، وهذا الإنجاز تم في العصر الذهبي للملك محمد السادس وفي عصر شعب كريم عظيم ومضياف. هنيئا لكم ومبروك لكم وشكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.